السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نعرف الكولومبس وراح نعرف السلاب. هسا مثل ما حكيت لكم، هسا أنا بهذا المخطط ناوي أعمله. هسا هو الصح إني أعمله ريبت سلاب، حكينا بفيديو سابق بسبب المسافات وهكذا، بس أنا لغاية تعليمية ولغاية مشاريع تخرج راح أحاول إني أصمم كل طابق بسقف معين. يعني بهذا الطابق مثلا أعمله فلات سلاب، الطابق اللي بعده ون وي ريبت وهكذا، عشان تشوف يعني انت تتعلم على برنامج السيف، واللي هو المفروض انه هذا الطابق اللي احنا مثل ما احنا شايفين انه خلص كافي انه يتصمم وان ويربت، كافي انه يتصمم وان ويربت. فبالتالي انا قبل ما احكي لكم بدي اصممه، انا ناوي اعمله فلات سلاب، تمام؟ مش سوليد سلاب، فلات سلاب. واصلا حكينا سوليد سلاب ما راح يزبط، فشفنا المسافات بين الاعمدة. طبعا انا بالفيديو السابق حكيت انه هاي 7 متر، لا ما هي اصلا هاي بتكفي بالغرض، يعني 3 8 بتكفي. فاغلب المسافات يعني من 4 لـ4.5، هاي 3.8، هاي كانت كأنه اكبر واحدة 4.7 هكذا وهكذا. انا هسه لما بدي اعمل السلاب اعمل ديفاين، صار عندنا خبرة ديفاين سلاب بروبرتيز، ديفاين سلاب بروبرتيز، اي بدنا نعمل اد نيو ماتيريال. انا حكيت بدي اصمم فلات سلاب، ناوي اعملها فلات سلاب. طب بفلات سلاب كم سمكتها؟ سمكتها احنا شفنا في بالكود، طبعا انا هاي الصوره مخطوطه في من الكود اي سي اي 318 اللي هو الكود اللي انا ناوي اصممه هون اصلا، هو ديزاين ريفرنسز الكود هذا. هذا الكود انا رحت عليه نزلته من النت، يعني ما بقدر انزله على اليوتيوب لانه عليه حقوق نشر. بتقدر انت تدهاي من الكود. المهم هاي الصورة مختطفة منه، يقول لك المينيمم ثيكنس نون بريست واي سلاب وذاوت انتيريور. انا ناوي اعمل فلات سلاب عليها بس اكستيريور بيم، والاكستيريور بيم بالاماكن اللي ما فيها شير وول. انا بتذكر من المخطط المعماري انه هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط هم وول، بيرنج وول او شير وول حسب اذا انا ناوي اعمل زلازل او لا. اما هاي الجهة ما فيها غير انه السقف، فبالتالي انا ما بنفع اني احط السقف هيك بدون ما احط بيم، لازم احط هون اتش بيم عشان يقاوم الديفليكشن والبرجنج شير. فبالتالي انا ناوي اعمل ايش؟ اعمل انه في عندي without دروب بانل. اول شيء ناوي اني ما اعمل دروب بانل، بعدين اذا قررت اشيك اصلا اذا حطيت دروب بانل السماكه تقل، انه انا يعني لو اشتغلت على without دروب بانل بتملي الوذ دروب بانل. حطيت عندي 420 ميجا باسكال، اللي انا بدي اخذ الان على 33 طول، طول على 33. خلينا نحكي انه الطول هو 5 متر، خلينا نحكي الطول هون عندي تقريبا يعني 5 متر 6 متر الرنجات هاي. 5 على 33 بالمتر يا بالسنتي طلع معي بالمليمتر 151 ملي، يعني انا بدي سماكه الكلاب 15 سنتي. فانا اجي اعمل تقريبا انه سماكة السلاب هاي 15 سنتي 16 سنتي، يعني أنا نويت أعملها 20 سنتي. كثير 20 سنتي، 20 سنتي بالنسبة للمخطط هذا كثير إني أعمل فلات سلاب 20 سنتي. بس ليش أنا بدي أعمل 20 سنتي؟ ناوي أعمل 20 سنتي هيك بس، يعني لأنه بالعادة المشهورات لفلات سلاب 20 سنتي أموره تمام، مع إنه 17 سنتي 18 سنتي حسب الكود هيو حسب جدول الكود هي مشيكة، هي مشيكة. انا بدي اعمل فلات، هسه بسميها فلات، اقول لك 18 سنتي. ها 18 سنتي قديش سمكتها؟ 180 ملي، تمام. بالتالي بدي احكي انها 180 ملي لانه هي مشيكة على 15. هاي اذا المادة غير متجانسة، احنا مادتنا الكونكريت غير متجانسة، والثيك بليت حكينا هي للفوتنج، فبالتالي سي 30 اتاكد اموري تمام. 180 متر اوكي. فهيك انا عرفت سلاب سماكتها 18 سنتي. طب لو قررت اصمم ريبت شو اعمل؟ بقول لك الريبت هو بالعاده زي البيم، تمام؟ هذا البيم انت بتشوف عندك سمبل سبورتد، اذا عندك السبان سمبل بيم، يعني وين في عندي سمبل بيم؟ انا هون مثلا هاي تعتبر سمبل بيم، لا ما تعتبر سمبل بيم، تعتبر هاي سمبل بيم مثلا او كانتليفر، يعني سمبل بيم كانتليفر اوفر هانج بيم. بتشوف هاي المسافه مثلا 2 متر، بتروح على الكود 2 على 16 2 على 16 وبتقدر تشتغل هيك على المسافات. مثلا هاي السبان 1 كونتينيوس اند، هاي 1 كونتينيوس اند، هاي كونتينيوس اند، فبتشوف هاي الطول
وهاي السبان هذا كانه كونتينيوس بيم، هاي من هون لهون كان كونتينيوس بيم. فبالتالي بتشوف انت زي اللي اخذناهم بالار سي يعني، متاكد منه بالار سي، فبتشوف الاطوال وبتشوف المينيمم، وغالبا الرد سلاب يعني 25 او 31 سنتي، اكثر من هيك ما تكثر. وانا اخذها قاعده، اخذها قاعده اي سقف بيطلع عندك سماكته اعلى من 30 او 31 سنتي يكون غير مجدي. يعني غير مجدي يعني كبير، يعني غير نوع السلام، يعني خلص انت طلعت معك انه السماكي 35 فلات سلاب، بقول لك فيش داعي اكثر من 30 تقربش. رد سلاب اكثر من 31 سنتي تقربش، خلص غير السلاب مش كويس، جرب على الوفل، جرب على البوت تنشن او القوالب. اذا انا بدي ربد سلاب بنفس الطريقه، هسه خلينا نصمم فلات وان شاء الله ربد سلاب فيديو بعدين الالتيرناتيف راح يكون اسمها الفيديو. فهاي السلاب خلصناها. البيمز في عندي انواع البيمز، هون انت لازم تركز معي كثير. البيمز في عندي نوعين، في عندي اول شيء دروب بيم، وفي عندي اوبنيك، وفي عندي هيدن بيم. يعني دروب بيم، دروب بيم يعني بيم جسر ساقط. كيف يعني جسر ساقط؟ يعني انا هسه ايش اخترت سماكة السلاب هون، هتطلع ديفاين ماتيريالز، اخترت سماكة السلاب مش ديفاين ماتيريالز، ديفاين سلاب، اخترتها 18 سنتي. فانا لما احكي دروب بيم يعني الجسر سماكته اكثر من سماكة السقف. يعني أنا سماكة البيم هذا بدها تكون أكثر من 18 سنتي. هون الهيدن بيم بسموه جسر مخفي، حيث تكون سماكته مثل سماكة السقف. كيف يعني؟ يعني هذا البيم بتكون سماكته 18 سنتي، عرضه بيكون كبير، يمكن متر ربع. طلع بيكون ارتفاعه مثلا 60 50 سنتي اعلى من سماكة السقف، وعرضه 30، عرضه بعرض الجدار، عرضه ويكون عرضه مثل عرض الجدار. عرض الجدار لو احنا رجعنا على المخطط كان عبارة عن 30 سنتي. فبالتالي هذا البيم الدروب بيم بده يكون ابعاده 30 سنتي، شو هذا، وارتفاعه اكثر من سلاب، عادي اكبر من العرض باثنين، يعني 60 ب 60. انا بدي اعرف بيم للسيف، بدي اعرف بيم. انا هون دائما الخارجي بالعاده بيكون دروب بيم، واذا في عندي داخليات بيكون هيدن بيم. انا دائما بالعاده يعني البيم الخارجي هو عباره عن دروب بيم، لانه ما راح ياثر على منظر الغرف وهكذا. فبالتالي اعرف بيم موديفاي مثلا، او اد كوبي، او اد نيو، زي ما بدك انت بتختار بدك اياه. البيم مثلا نسميه دروب بيم، طلع علامه استفهام انه كانت اللغه عربيه. دروب بيم قديش عرضه 30، وقول ارتفاعه 60، تمام. ايش الماده الكونكريت تبعه؟ 30. الريبار ماتيريال 420، الشير بالعاده الشير 280. ريكتانجل بيم عرضه 30، وهاي لو حط 400 مثلا بصير البيم وكانه شبه منحرف. لا انا بدي اياه 30. اذا نويت بتي تي او ال او جنرال بيم، ملناش بالجنرال. الدبث 600، اموري تمام. هون شو بروبرتيز بقول لك كم المومنت اوف انرشيا الى اخره. الكفر هون طبعا هون ما لها داعي، خليها زي ما هي. الكفر بالعاده للبيم 40 ملي او 4 سنتي من الكود، تعمل اوكي. هيك احنا عرفنا البيم، تمام. عملنا ديفاين البيم. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون الكولوم والوول مع بعض، وبيطلع علينا الاحمال فيديوهات لحال. وهيك يعني بس الفكره انه احنا قررنا نعمل فلات سلاب مع دروب بيم على الخارجي، بس حسب ما طلع هون، مع انه هذا مخطط حرام يكون عليه فلات سلاب، لازم يكون عليه ريبت سلاب. يعطيكم العافيه.